ييه؟ عم بستناكي جوا وانتي هون عم تبكي؟ لك الحي أبقى من الميت. يلا قومي لشوف. أنا آسفة شردت. هيك القدر، شو نعمل؟ البكا ما رح يرجع الميت. في عندك يتيم، شلون بدك تربيه لحالك؟ ليكي انتي صغيرة بالعمر، اسمعي خدي بنصيحتي، روحي تزوجي وارتاحي. اسمعي ناريمان، ما تعيدي هالكلام ابدا، انا عندي ولد. شو هالحكي؟ قلت هيك لاني زعلانه عليكي. شلون بدك تعيشي؟ ذهباتك وبيتك وزوجك كلهم راحوا، ما عندك حدا. الله بيبعت لكل واحد رزقته، الله كريم وما رح يترك ابني جوعان. طلعي اجا ابني يا عمري، عم يعمل جهده لينفذ وصية المرحوم ابوه. بصير طفل بهالعمر يصلي؟ حرام، لا تضغطي عليه. هو متحمس، بيقول لي وعدت ابي لما طبق السبعة رح أصلي صلاتي الأولى عند الشيخ شعبان ولي. كيف عقله بده يستوعب؟ لساته ولد، كيف بده يحفظ كل هالصور؟ يعني أنا شايفة هالشي منيح، رح أعمل جهدي لحفظ الصور. كل واحد أدرب مصلحته. أنا خليني روح لكان، بدي أحلى بالبقرات وبدي أنزل على الأرض لأقطف الملفوف والبصل والخس اللي عنا. أهل المدينة بيحبوا الخضرة اللي عنا. ماشي يلا بخاطرك. أركان الإسلام خمسة. الركن الأول الشهادتين، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. كل يوم لدينا خمس صلوات في أوقات محددة. الركن الثالث الزكاة. إذا معك قرش بتسوي قرش، وأنت ما حيلتك أي شيء، لا في أرض والبقرات أخذوهن. أن ندفع الزكاة للفقراء. رجعي فكري باللي قلته، الزوج بحل لك مشاكلك، لا تكبري راسك. ايه تصطفلي، انا شو خصني؟ امي ضل 30 يوم نروح صلي بكاستمونة، مو هيك؟ رح يصير عمري 7 سنين بعد 30 يوم ورح بلش صلاة، صح؟ مزبوط يا ابني، يلا خلينا نفوت. بنتي أمينة. أهلا وسهلا خالي حليمة. بدي أترك هالبقرة عندك، بعرف ما في بيناتنا قرابة بس الله موصي بسابع جار. نحنا في عنا بقرتين كنا ندير بالنا عليهم أنا وزوجي، منحلبهم الصبح ومنشرب الحليب تبعهم، بس بقرة واحدة بتكفينا وقلنا خلينا نعطيكي واحدة. بس هي البقرة إلك يا خالتي حليمة. بعرف يا بنتي، بعرف إنه البقرة إلنا، خليها عندك لتطالعي شوية مصاري وتوفي ديونك، فيك تبيعي الحليب وتستفيدي منه. هداك اليوم سمعت حديث مو متذكرة شو كان، بس بيحكي عن الزكاة وإنه يلي بيتصدقوا الله بيبارك برزقهم، وحتى رزقهم بيصير أضعاف والله بيزد لهم رزقهم، واللي بيعطي لوجه الله وما بيمنن التاني رح يكسب أجره وثواب كبير، ورح يدخل الجنة بإذن الله، والله بيبعد عنه الشر والأذى. الله رح يحميك ويحمي عائلتك. المهم ما بدي كتر حكي، الله يبارك لكم بهالبقرة، لما يتحسن وضعك فيكي ترجعيها، وهلأ بأمانة الله يا بنتي. الله يكتر خيرك. الله ما بينسى حدا يا ابني، رح نسافر ونصلي إن شاء الله، رح ننفذ وصية أبوك. مرحبا حسن، خبرك المعلم عن وضعي؟ مفهوم، ليك ما زبطت مو؟ ايه ماشي، يلا ان شاء الله خير، الشغل كله اسمه ونصيب، عم نسعى ورا لقمة عيشنا. ماشي، شكرا حسن.
كيفك أمي؟ شوفي شو جبت لك. مو أنت بتحبي الكعك؟ مسكي هي كلية. أمي ليش مالك أكل شي؟ أنا مو جوعانة، كلها لساتها سخنة. بس هي لإلك، يلا كليها، جبتها مشانك. كل يوم بدك تقليلي إنك مو جوعانة؟ يا ستي بدك تاكلي الكعكة والأكل اللي على الطاولة. قلت لك مو جوعانة، يلا كلها أمي. أمي؟ أمك ما فيها شي، غميت لأنها جوعانة، إلها ثلاث أيام مو أكلة. أمي مو أكلة؟ كيف يا دكتور؟ آخ أمي. كيفك هلأ؟ بس يخلص السيروم من خرجها، عليها العافية. تسلم. وأنا أمتى رح تخرجني يا دكتور؟ ست ربيعة، لسه وضعك ما استقر لهلأ، لا تلحي علينا. لا أنا ما عم نه، مثل ما بدك يا دكتور. عليك العافية. شكرا. يعطيك العافية، إن شاء الله بتقومي بالسلامة. ضغط مو؟ إيه صح. آخ يا أمي، ليش هيك عملتي؟ حكي لي، ليش ما كنتي عم تاكلي أكلاتك؟ شو أعمل يا ابني؟ ما قدرت أكل ولا لقمة. أنت عم تدور على الشغل، عم تحرم حالك وتطعميني وما عم تاكل شي أبدا. ما قدرت، كان بدي إياك تاكل. أنا حملت إيل عكتافك يا ابني، ما فيني، خجلاني. لا يا أمي، هذا الحكي ما بدي أسمعه. أنت أمي الغالية، بحطك على راسي من فوق، كل يلي بدي إياه أنك تدعيلي بس. صلي ودعيلي، واللي صار ما بدي إياه ينعاد. مو مبين إمتى رح تلاقي شغل. أنت معقول تصرف كل شي بجيبتك علي؟ ما برضى بهالشي يا ابني. لا تحكي هذا الحكي، الله هو الرزاق، إذا اشتغلت كل عمري ما رح وفيكي جزء صغير من حقك. الله يرضى عليك، بس ما فينا نضل هيك يا ابني. رح اشتغل وطلع مصاري، أنت اطمني. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.